النادي الاهلي اللي بيواصل استعداداته حاليا لمباراه شباب لوزداد. هي اقول لحضراتكم الجهاز الفني كان منح اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات النهارده ما عدا اللاعبين اللي هم طبعا الدوليين، وده امر طبيعي جدا اللي رجعوا من فتره الراحه الخاصه بيهم عشان بقى يستكملوا البرنامج التدريبي المخصص ليهم. وامبارح كمان كانوا خضعوا لقياسات بدنيه وطبيه قبل المران الجماعي. طيب بالنسبه لتصريحات دكتور احمد جبله رئيس الجهاز الطبي، هو قال ان عناصر الفريق الدوليين خضعوا لقياسات بدنيه طبيه وقياسات للوزن بالتنسيق مع الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه، وان هم جميعا يعني بحاله جيده جدا، لكن الجهاز الفني كان بيرغب في الاطمئنان عليهم قبل برضو الانخراط في البرنامج التدريبي. امبارح كمان كان في تصريح للكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي، وكان عمل اجتماع مهم جدا مع محمد الشناوي علشان يطمن عليه مع بدايه بقى مرحله العلاج الطبيعي ضمن المرحله الاولى طبعا للتاهيل بعد الجراحه اللي خضع عليها في الكتف. نتمنى عودته مره ثانيه، وجوده مهم جدا، وجوده مؤثر بشكل كبير جدا، وجوده بيدينا احنا كجماهير طمانينه حقيقي. كابتن محمد الشناوي يعود ان شاء الله مره تانيه بألف سلامه من الاصابه.